الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طلال المصري من أحد القائمين على المسجد في مدينة ويتن ضواحي شيكاغو. الحمد لله رب العالمين، عندنا في المسجد هنا نقوم بتقديم وجبات الإفطار للجالية الإسلامية متعددة الجنسيات، تأتي من كل أطراف العالم. الحمد لله رب العالمين، نحن نختار أن نفطر معا كعائلة كجالية هنا واحدة في هذه البلد البعيدة عن العالم الإسلامي.
بفضل الله والحمد لله نحن لدينا جالية هنا تعودنا شيئا ما عن حرمان الوطن، وتأتي هناك دمعة بهذا الخصوص. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال.